عبد الرحمن بن سعود الله يرحمه ويسكن فسيح جناته. وعلى فكرة أنا تربطني علاقة جيدة بالأمير عبد الرحمن، رجل فاضل بمعنى الكلمة. أبو فيصل، بالمناسبة أنا بسألك عن قصتك مع الأمير عبد الرحمن بن سعود رحمة الله عليه بالسيارة وحدك، وصار موقف طريف بينكم، تذكره؟ والله قبل هذه الله يطول عمرك كان العم رحمة الله عليه في المستشفى العسكري، كان عنده القلب رحمة الله عليه، وسبحان الله من حسن الصدف أني كنت عند العم في المستشفى ومعي زوجتي، فدخل الأمير عبد الرحمن وقال عمي، تعرف عمي كان ما عنده حل اسمه وسط، قال لا حد يجلس عندي، أنا ومحمد السوري وليتو البنغالي. فطلعوا وطلعت معهم وزوجتي طلعت، ما بقول له هو الأمير والأمير، وجلسوا يسولفون أن الباب شوي مفتوح، كانوا يتكلمون في التاريخ وعن الملك سعود وعن تاريخ يعني الرياض عن الرياض وأهل الرياض، ويوم كان مع الملك سعود وش كانوا يأخذون فلوس من الملك سعود، وكان هو همزة الوصل، وكان بينهم علاقة لا يعني نستغرب أنها تصير في هالزمن، اللي مع الأسف الشديد عن طريق المساحات وعن طريق الصحافة وغيره أصبحت مناكفات ومشادات بين مجموعة من المتعصبين الرياضيين. وقاموا يسولفون حوالي ساعتين وساعتين ونص، وبعدين الأمير والعم وبعدين إلى درجة أن العم قد جلس يبكي والأمير عبد الرحمن جلس يبكي، فجاء كل واحد بيقبل رأس الثاني وطلعوا، طلع الأمير عبد الرحمن. دارت الأيام سبحان الله العظيم، دخل الأمير عبد الرحمن المستشفى وزاره العم، سبحان الله، زاره العم عبد الرحمن في المستشفى العسكري، يا سلام، فجلس وياه وفرغوا الغرفة وقعدوا يسولفون. هذا يدلك على أن نزاهة القلوب، القلوب، صفاء النفس، ما في حزازيات ولا تعصب. التعصب الرياضي مع الأسف في مجموعة من المتعصبين في المساحات تجد بينهم يطول عمر مناكفات وصياح وخروج عن الأدب والنص. يا أخي ما يصير، الكرة رياضة،